في ظل غياب ركن مادي التهم هذه فني كلها فهمت كيفاش وش. اثنين التهم متعلقه بالتآمر. بالتآمر لك قصه قضيه الطبيب قد يكون التآمر. التآمر بالضبط هذه فشو لكن قضيه التآمر وحمل السكان على مهاجمتي احشموا 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 هذه النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه ومثال شي قبلوا مني الساده وكل الجمهوريه حكام التحقيق او بعضهم على الاقل اللي ما يعرفوش اذا كانوا ما يعرفوش وكذلك حتى معناها توجيه معناها الاناره للساده المحامين الفصل 67 المتعلق بارتكاب امر موحش ضد رئيس الجمهوريه راهو لا يتعلق لا يطال ما ممكن ان يكتب ضد رئيس الجمهوريه سواء في وسائل الاعلام التقليديه او في وسائل التعبير في الفتي الاجتماعي. يعني كيف واحد معناها حتى سب سيدي رئيس فتي دوله راهو ما يتحالش على ارتكاب امر موحش ضد رئيس باش نقتل رئيس الجمهوريه. الجمهوريه لك حكايه اخرى. يقول يقتل ما هو مجرد التخطيط. انا نحكي على ارتكاب امر موحش مش على تعرف شنو ارتكاب امر موحش هو غير الاعتداء بالعنف تضربه بكعبه باطن تضربه بكعبه عظم هو واقف تعمل له حركة بذيئة فهمتي من تادي هذاك يتسمى ارتكاب أمر موحش. علاش؟ على خاطر فصل 67 اش تحكي فيه؟ يعاقب بالسجن مدة ثلاثة أعوام وبقضية قدرها 240 دينار ومحل عقوبتين فقط كل من ارتكب أمر موحش ضد رئيس الدولة